ايه ده؟ مين اللي حط الصخرة الكبيرة دي في الطريق علشان يكعبل الناس؟ المفروض حد يجي يشيلها، انا مش هقدر علشان انا صغير، اما احاول كده اشيلها. يا خبر ابيض، لا طلعت صخرة ولا حاجة. يا ماما انا هروح بسرعة اجري. يا رب اعرف اهرب من الوحش ده. يا خبر يا خبر، انا سمع صوت الوحش بيقرب عليا. تعالالي بقى يا حلو، انت جاي علشان تصحيني من نومي. دلوقتي بقى لازم اخدك للكهف بتاعي تخدمني وتاخد جزاءك وعقابك. تعالى ليا اخدمك. ده ايه، انت مجنون ولا ايه؟ ده انا ابن ملك الغابة. يا حلاوة، وكمان ابن ملك الغابة. طب تعالالي بقى علشان باباك الحلو يجي لحد عندي يترجاني، وساعتها اشغله هو كمان معايا يخدمني في الكهف بتاعي معاك. قدامي. يا خبر يا خبر، هو الوحش واخد سيمبا على فين؟ انا لازم امشي وراه واعرف مكان الكهف بتاعه. يلا بقى يا حلو، خد المقشة دي ونضف الكهف ده، عايزه بيلمع شوية وراجع لك. لو لقيتك ما نضفتش الكهف كويس عارف هعمل فيك ايه؟ هاكلك على الغدا. يا ابن ملك الغابة. خبر يا خبر، اللي حصل لك يا سيمبا يا ابني ملك الغابة؟ على اخر الزمن هتشتغل خدام في الكهف ده للوحش ده؟ يا ربي بابا، يا بابا تعال انقذني يا بابا. ايه ده، سيمبا في خطر، سيمبا بقى خدام للوحش. انا لازم بسرعة اروح اقول للأسد سيمبا ملك الغابة، هو اكيد هيتصرف. انا كده عرفت المكان، هروح اقول له يجي ينقذه. ايه ده، كان في قرد هنا بتجسس عليا، انا لازم امسكه القرد ده علشان ما يروحش يقول للاسد ان انا اللي قاطف ابنه. ايوه استنى هنا يا قرد، انا شفتك. هتروح مني فين يا قرد؟ خلاص انا شفتك. ملحة استخبى، هطلع على الشجرة ده، يا رب الوحش ده ما يشوفنيش. هو راح فين القرد الشقي ده؟ انا كنت شايفه قدام عيني دلوقتي، هو مستخبي فين؟ يا ترى استخبى مني فين؟ شكله جري وراح يقول للأسد سيمبا. انا لازم بسرعة اروح الكهف بتاعي وامن المكان. الحمد لله مشي، انا هروح بقى دلوقتي بسرعة للأسد سيمبا علشان يجي ينقذ ابنه. يا ملك الغابة يا ملك الغابة، ايه الحال اللي بيحصل يا ملك الغابة؟ خير يا قرود، خضتني، ايه اللي بيحصل؟ ابنك الصغير الوحش خطفه يا ملك الغابة، وانا شفته بعيني، حطه في الكهف بتاعه وبيديله المقشة وبيقوله نظف لي الكهف بتاعي، وكمان كان بيجري ورايا دلوقتي عاوز يمسكني. وحش هنا في الغابة بتاعتي وكمان بيخلي ابن ملك الغابة خدام عنده؟ لا ده كده كتير، انا لازم اروح له، بس مش هروح له لوحدي، لازم امن نفسي. انا هروح اتصرف دلوقتي. هتاخد مين يا ملك الغابة؟ هاخد سوبر ماريو. سيمبا ابني في خطر، انا لازم انقذه بسرعة من الوحش ده. انت فين يا سوبر ماريو؟ Here we are, Palace Doors, Big Bang Boom. الوحش اخيرا لقيتك، طيب تعالى بقى خد في دماغك علشان نخلص منك.
ايه ده، انت قوي جدا كده ليه؟ انت ما بتموتش ولا ايه؟ ايه ده، طيب هجرب معاك الضربة دي. ايه ده، ده انت شكلك قوي قوي. ايه ده، انا السلحف العملاق، مش هتقدر عليا يا سوبر ماريو. لا يا عم، خد بقى الضربة دي وهجرب معاك اخر القوة بتاعتي. الحقني الحقني يا سوبر ماريو. ايه ده، الاسد سيمبا؟ خير يا اسد سيمبا، في ايه؟ ابني الصغير اتخطف، في وحش عملاق خطفه، ارجوك ارجوك انقذه. يا خبر يا خبر، حد كده يخطف ابن الاسد سيمبا وانا موجود؟ يلا بينا. خلصت يا واد يا سيمبا تنظيف الكهف بتاعي؟ ايوه يا عم الوحش، انا نظفته كله خلاص. برافو عليك يا حبيبي، يلا بقى يا حبيبي علشان هنروح كهف تاني وتنظف الكهف التاني، علشان باباك سيمبا زمانه جاي للكهف ده وعارف مكانك، لازم اخبيك في كهف غير ده. يا خبر يا خبر، بابا عارف مكاني والكهف ده هيخبيني تاني، اعمل ايه دلوقتي؟ يلا بقى يا سيمبا، مش عايز كلام كتير، قدامي. مشي سيمبا الصغير مع الوحش العملاق وهو خايف جدا، بس في نفس الوقت فكر في فكرة ذكية جدا علشان بابا يلاقيه. جمع شوية طوب وهو ماشي وفضل يرميهم ورا بعض ورا بعض علشان بابا يعرف الطريق بتاعه. فضل يجمع في الطوب لحد ما وصل لحد المكان اللي الوحش هيوصل فيه من غير ما يشوفه. نورت يا سيمبا الكهف الجديد، اما نشوف بقى باباك الاسد الكبير هيلاقيك ازاي يا حبيبي. هو ده المكان يا اسد سيمبا اللي انا شفت الوحش طالع منه وداخل لابنك سيمبا، هو ده المكان اللي مخبي فيه. طيب يلا يا سوبر ماريو، ادخل وخلصنا من الوحش العملاق. اوامرك يا اسد سيمبا، ده انا هخلص عليه. ايه ده، المكان فاضي مفيش فيه اي حد، يبقى اكيد هربوا وراحوا المكان تاني، انا لازم بسرعة اروح ادور عليهم. للأسف يا اسد سيمبا الكهف فاضي مفيش فيه اي حد. يا خبر يا خبر، امال سيمبا ابني راح فين؟ احنا لازم ندور عليه. ايه ده، شايفين الطوب اللي على الارض ده؟ اكيد سيمبا ابني اللي رميه علشان نعرف طريقه، انا علمته الطريقة دي من زمان. يلا بينا نمشي ورا الطوب ده. فعلا فعلا فكرة كويسة جدا يا اسد سيمبا. برافو عليك يا سيمبا يا ابني انك سايب لنا الطوب كده، سيمبا طلع ذكي زي بابا. يلا بينا يا سوبر ماريو بسرعة ننقذه، الطريق طويل جدا. الطريق انتهى هنا يا اسد سيمبا، يبقى اكيد هو ده الكهف اللي فيه ابنك سيمبا، انا هدخل دلوقتي وهقضي على الوحش العملاق. ايه ده ايه ده ايه ده سوبر ماريو، يا نهار ابيض، انت جاي تعمل فيا ايه؟ جاي اقضي عليك يا وحشي عملاق وخلص سيمبا الصغير منك. يلا يا سيمبا اخرج لباباك مستنيك برا. متشكر جدا يا سوبر ماريو. مش هتقدر عليا يا سوبر ماريو، انا برضو الوحش العملاق. لا 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 لا، ده كلام في الاحلام، انا سوبر ماريو محدش بيقدر يقاومه. شفت الضربه اللي انت خدتها دي؟ اديك نمت في الارض يا فالح. طيب انا قايم لك اهو، تعالى لي بقى. لا 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 لا، خد الضربه دي كمان، خد كمان. اديك نمت في الارض يا فالح وما قمتش، خلاص كده انا قضيت على الوحش العملاق. انا متشكر جدا يا سوبر ماريو، انت فعلا قوي جدا وشجاع وانقذتني وانقذت ابني. خلاص يا اسد سيمبا انا قضيت على الوحش العملاق، يلا بينا نروح بقى الغابة السعيدة. متنسوش يا اصدقائي تعملوا لايك للفيديو وكمان اشتراك في قناة حواديت نوها علشان يوصلكم كل جديد، وكمان تفعلوا
القرص.